يعني انا مش سامع صوت البنات ده، انا كنت بسمع صوتهم وانقرهم وانا لسه في الميكروباص. صوت ايه ونقار ايه بقى؟ ما خلاص، ده انت من يوم ما رفعت حزامك والكل عرف مقامك. اخيرا يا عبد الحميد، اخيرا البنات بقوا يحترموك. عايده حسبي على كلامك. ايه اخيرا دي بقى؟ ايه اخيرا بقى؟ عايده الحزام مش بعيد عن ايدي. لا لا، سيبه سيبه في مكانه، انا قصدي يهابوك يهابوك. انت ما شفتش البت سهام اترعبت ازاي وازاز النضاره بتاعتها اتشرخ لما انت شخطت فيها لما كانت عايزه تسافر اليابان دي؟ ايوه بس كان عندي حق طبعا يا عايده. اه شوف يا عايده، انا ضد الاحتراف، ما بحبوش. اللعيب من دول اول ما يجيله الاحتراف يبيع النادي اللي هو فيه للي يدفع 70 جنيه زياده. صح، عندك حق. وبعدين يا اخويا، مؤتمرات ايه وبتاع ايه؟ ان كان على المؤتمرات، ما هنا في مؤتمرات كتير قوي، تروح الجامعه تحضر لها اي مؤتمر، ولا هي مواصلات لليابان بالكذب؟ الاسبوعين سفر ايه؟ ما تقلقيش يا عيودة، ما تقلقيش. كلمة عبد الحميد عبارة عن صفارة حكم لا رجعة فيها. المهم طمنيني على بقية الفريق بتاعك، في مشاغبات، في أي فاولات، أي إصابات، شربات، فانيلات؟ ها؟ لا لا لا، مفيش، كله سكتم بكتم، مش سامع من صباحية ربنا ولا صوت. هص، حتى الواد تامر بيتربى في القسم ومستريحين منه. ايوه، كل ما اروح ادفع له الكفاله يقول لي الخزنه قفلت، تعالى بكره. اسيب له طبق الفاصوليا اللي انت بتعمله له كل يوم وامشي. وعلى فكره بيشكرك وبيقول لك تسلم ايدك. اسم الله، بقى الواد تامر المعفن ده بيعرف يشكر؟ مش تامر ده، الصول. في ايه يا الظابط تامر؟ بلغني انك انت مش مستريح في الزنزاني. في ايه يا ولد؟ يكونش التكييف عندك بيزن؟ تكييف ايه؟ هو ليه تكييف؟ ولا انت عمركم شفتوا تكييفات من اساسه؟ عللوا التكييف يا فارس. لا 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 لا، والنبي والنبي، خلاص اتكيفت. اه وين اتكيف؟ امال مالك بقى يا ولد؟ ولا حاجه يا سعاده الباشا، بس يعني هما ما جوش دفعوا الكفاله. دفعوها دفعوها 3 مرات لحد دلوقتي. لا 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 لا، طب مش عندي امان بقى ان انا اخرج لاحسن اضواء العاصمه؟ وحشتني قوي. حالا زهقت مننا يا تامر؟ ولا يكونش التكييف عندك؟ لا لا، تكييف ايه؟ تكييف ايه؟ دي احلى تكييف في العاصمه. ايه ده انت بس كده يا عم فرج؟ اصل انا حصول سايب بره استثماراتي واعمالي وعلاقاتي. بقول لك ايه يا تامر، يا هفا انت يالي. ها ايه؟ هفا؟ اوعى انت كده، ضيعت نفسك على فكره يا دفعه. عزل من الخدمه ونقل الحلايب وشلاتيه. لا لا خلاص، انا هفا، انا هفا هفا، وابويا هفا، وخالي كمان هفا، انا خدامك يا باشا. بقول لك ايه يا تامر، انا مستخسرك في المدني. انت واد غيت التوريزل وموقعاتي، واحنا محتاجين العناصر دي. انت مش كان نفسك تبقى ظابط؟ لا ماني خلاص حرام. لا عادي عادي، انا هعملك ظابط سري. جد الكلام ده؟ امال وده يخلينا تنقوز على خلق الله واستنقص عليهم وتعمل كل اللي انت عايزه؟ هتبقى عامل لينا عين جوه الزنازين، تقول لنا على اللي بيحصل جوه وتجرجر العيال المساجين والمشبوهين كلهم. لا 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 لا، دي المهمة وسعت قوي بقى، وانا رجعت لرتبتي كليوة تاني. عشان كده انا ما ينفعش اكل في الاروانة الزفرة بتاعتكو دي. انت تأمر لي حالا بطبيخ بيتي موحوح من البيت. عيني بس كده؟ فرج دوقوا طبيخنا الميري يا فرج. وما تنساش السلطة. ايه ده؟ اللي قفل الباب كده؟ مش عارف. انا مش قال مفيش ابواب تتقفل؟ ومنبه على البنات ميعاد العلقه الساعه 6. الله، طب ما تعلي صوتك. يلا يا بنات افتحوا، ميعاد العلقه جه. يا عايده خليكي ذكيه شويه، اللي ميعاد العلقه كان ولو ميعاد الاكل جه يقوم يطمنوا يفتح، اروح انا داخل بقى واكلهم العلقه. عندك حق. طيب يلا يا حبايبي افتحوا، الاكل جاهز. الها افتحي يا حبيبتي، عملت لك صينيه الرقاق اللي انت بتحبيها. وانت يا هيام افتحي، عامله لك صينيه مكرونه في الفرن هتخنك وتخليك تربربي كده عشان العرسان. ما تفتحوا بقى. ايه ده؟ مش ناويين؟ طيب انا هعدي من 1 لـ3، لو الباب ما اتفتحش هكسره. ها، 1
انت هتغني. انا حد اعمل ايه؟ ما تحدد يوه خش على التلاتة من وربع اتنين ونص لخمسة يلا بقى خش تلاتة من ربع تلاتة يا ابني خش على التلاتة وخلصني خش يلا تلاتة يلا شايفة عيدة متكومين نايمين بس الرعب باين عليهم من تحت الكوفرتات يلا اجيبهم ايه ده عيدة الجواب ده بلاش تحوله يا لهوي ولهذا ولانك بابا وحش ومش بتحبنا وبالخرطوم والحزام ضربتنا قررنا ان نهرب وننتحر ونترك لك المنيل الى الابد لا 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 نترك شارعنا ولعبنا عرائسنا وجماجمنا ومقالتنا والمصري يومنا ودستورنا وبسطراتنا وتامر حسننا ودباديبنا وطارقنا اللي هو انا وتامر رزلنا وننتحر في نيلنا حبيبنا عسى ان نجد في الحياه الاخرى بابا حلو مش بيضرب بالحزام وماما حلوه مش بتحوش عننا المحشي والباميه والحمام ختام ايوه 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 لا يا بنات يا حبايبي يا بنات يا والله والله جروا ريقي يا حبايبي يا بنات سامحوني يا بنات سامحوني اينما كنتم سامحوني اينما كنتم سامحوني واوعدكم من هنا ورايح ما فيش حزام مش هلبس حزام ان شاء الله ما تضلوني واقع وانا ماشي مش هلبس حزام عايزه انزلي معايا نقيلي شويه حمالات ملونه يا ترى انتوا فين يا حبايب يا ترى انتوا فين كده عبد الحميد كده هتضيع مني بناتي انت السبب انت المحرضة ايوه انت اللي حرضتيني عليهم هبلغ عنك البوليس هبلغ عنك انا شاهد طب بقولك ايه ما تتصل بيهم بسرعة قبل ما يتهوروا ويعملوا في نفسهم حاجة طبعا لازم اتصل طبعا طب ناتي يلا استنى سامي بتستهل ليه؟ لانها حرقت لي مفاجاه انا اللي كنت ناوي اهرب يوم جوازنا يا اخويا التايل بس يلا يا راجل تتصل حاضر هتصل حاضر حاضر هتصل بعد شهر ايه؟ انت عم بنت ده انت بارد ليه بعد شهر؟ بس من غير ما تطولي لسانك يا عايده وتقولي بارد افهمي انا اصل الرصيد عندي خلص اخر 5 جنيه كان في الرصيد عملت بيها مداخله لخالد الغندور اصله كان بيتكلم على بوتريك عال عال قوي يا ده تامر المعلومات اللي انت جبتها دي هايله قررتهم ازاي يا دفعه نص مطاريد الجبل اللي وقعوا دول انا اللي وزيت عليهم العيال اللي جوه دول هفق ما خدوش في ايدي غلوه كده انا نظريتي فيك ما تخيبش تعبان بنضاره يا ده تامر بس اقول لك بقى بصراحه يا حصول يعني يا حصول يعني حكايه البوليس السري دي مش لد عليا قول لي ليه اقول لك انا ليه لان انا واد شوي اعلامي احب كل شغل كده بقى في النور والناس تعرفه يعني عاوزنا نقول ان انت اللي جرجرتهم في الكلام ووقعتهم واعترفوا على نفسيهم ايوان انا عايزك تبلغ القيادات والرتب رتبه رتبه وقياده قياده ليه لاني بصراحه انا ما اضمنش يعني وما تاخدهاش مني بحزازيه انك تسرق مجهودي وتنسبه لنفسك طمعا في حته حديده زياده لا في دي معاك حق يعني عايزك تبلغ القيادات هي القيادات فاضيالني انا ليا تصرف تاني ما تقلقش يا فرج يا فندم الحصول خد تامر جوه في التخشيبه وبلغ كل المساجين والمشبوهين ان هو اللي خبص عليه لا لا وانما ابوس ايدك يا حصول وانما ابوس ايدك فرج اهون اخلص ده مجهودك مجهودي ايه انا هفق انا عري